المرة عملنا البحث في مسابقة التصوير الصحفي وصنعت بحث في البلوغ. فكرة البلوغ جيت من إنشاء مدونة من فرماسيون عملتها قمت بها الجمعية التونسية للإعلام البديل، شجعونا على البلوغ كيفاش نعمل البلوغ وأهمية البلوغ خاصة في حياة الصحفي. أمال كتالي صحفية في قسم أخباري بعد الشباب، شاركت في الدورة هذه عن طريق الانترنت كيما الناس كل بثلاثة أعمال فازوا منهم زوز. العمل الأول اللي فاز خذ الجائزة الأولى هو مؤطرة أو ملمح بورتري على مجموعة خط، مجموعة موسيقية جديدة شابة، وإحنا كإذاعة شباب المنحة الشاب هو اللي نعتمدوه أكثر، كان خدمت على الكتة هذية. والعمل الثالث اللي خذ الجائزة الثالثة هو أنكادري مؤطر للمركز الثقافي الجبل بسلامة، اللي هو تجربة حلوة برشا وتفاعلت معها برشا. السلامة واللي تقرقني من المشاركين في الجورنالزم من أكسيون 2015 من التنظيم بتاع أسوسياسيون لميديا ألترناتيف، فزت بالجائزة الأولى في الأكسيون سيفيل. دونك الأكسيون تاعي كانت ميديتيزاسيون تاع كوليك دو دون المدرسة الابتدائية في مدينة صيدا. بون يعطيهم الصحة، معناها ديز أكسيون كيف هناك معناها يشجعوا لي جورناليست لي جورناليست سيتويان و لي زاماتور باش يخدمو و يعطيو البيوس للميديا. منى ترافيسي رئيسة الجمعية التونسية للإعلام البديل. احنا اليوم تلمينا الصحفيين الكل باش نحتفلوا باختتام مشروع صحفي فاعل وتوزيع الجوائز على احسن صحفيين تونس. المسابقه هذه في نسخة الثالثه كانت في اطار مشروع متكامل اسمه صحفي فاعل 2015. الجزء الاول فيه كان دورات تدريبيه للصحفيين في الصحفيين المحليين والصحفيين التونسيين بصفه عامه. الجزء الثاني كان فيه سفر لبعض الصحفيين لبولندا للقيام بتربص في مؤسسات محليه بولنديه. التربص هذا اثروا فيه تجربتهم الصحفيه. وبعد وصلنا للجزء الثالث اللي فيه هو الموسيقى فيها سبعه فئات اللي هي التلفزه، الراديو، الفوتو جورناليزم، البلوغ، الصحافه الاقتصاديه، الصحافه المحليه والاكسيون سوسيال. الهدف من المسابقه هذه هو انه نقولوا برافو للصحافه التونسي، نقولوا يعطيك الصحه على خدمه لمده سنه، وان شاء الله ديما صحفيين نحاولوا نكرموهم ونعطيهم الصحه باش يطوروا الاعلام التونسي احسن فاحسن. Okay. Merci. Merci.